القصه اللي مش عايزه تنتهي يعني نادي بشكتاش التركي يبدو انه بيرغب بقى في عوده المفاوضات من جديد مع الاهلي عشان جاكسون موليكا المهاجم الكونغولي الاهلي انتوا عارفين كان المدرب كولر كان مصمم على هذا اللاعب يجيبوا له لعيب تاني يقول لك انا عايز ده يجيبوا له لعيب تالت يقول لك انا عايز ده بشكتاش وصل رساله للنادي الاهلي ان احنا ما عندناش مانع في فتح قنوات الاتصال من جديد حوالين بيع موليكا مصدر في النادي الاهلي ألف تصريحات خاصة لبرنامجكو إحنا قفلنا الملف ده من يناير اللي فات وإنه بشكتاش عنده عرض فعلي من النادي الأهلي ده كان اللي فات فوق الثلاثة مليون يورو كحد أقصى هم كانوا طالبين خمسة مليون وستة مليون ستة مليون العودة من جديد لطلبات مالية مغالى فيها ده أمر مرفوض بالنسبة للنادي الأهلي أنا بعتقد إنه الموضوع ده عامل كده إيه يعني مطول قوي عامل زي الفيلم اللي على اجزاء الجزء الاول والجزء الثاني فيلم طويل قوي ارجو انه ينتهي